لا شك المستفيد أكيد إسرائيل، بالطبع إسرائيل مستفيدة من اغتياله لأنه كان يشكل لها مخرزا في عينها، يعني فمن الطبيعي أن تكون المستفيد، ويعني وليس بعيدا عن الأصابع الإسرائيلية، ولكن في هكذا ظروف تمر فيها المنطقة، ظروف معقدة جدا، يعني لأنه غيب الاتهام الأول لإسرائيل، ولكن هناك المنطقة تعج بالمخابرات والقوى الكثيرة، ولكل قوة لها مصالح، فكثيرون مستفيدون. لازم كل طائفة بهالبلد تاخد حقها، وما حدا بيقدر ياخد حق التاني بلبنان، ولبنان ما في حدا بيقدر يلغي حدا، بدنا نعيش مع بعضنا بس مثل ما بدنا نحن نعترف فيكم اعترفوا فينا. استرالي جاي يشارك.